السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواني الجزائريين في الداخل وفي الخارج، وأهلا بكم جميعا من إخواننا من دول أخرى الذين ممكن يتابعوا فينا في هذه المداخلة. اليوم أولا دعوني أهنئكم، أهنئ كل الجزائريين على عيد الثورة، أول نوفمبر 1954. هذا اليوم التاريخي العظيم اللي أطلق فيه الجزائريون أباءنا وأجدادنا، أطلقوا فيه أول رصاصة التي سبقها بيان تاريخي أسس للدولة الجزائرية الحديثة. أنهى 132 سنة من الاستعمار، هذا الاستعمار الذي استهدف الهوية، استهدف، أراد أن يمسخ هوية الجزائرية. نعم، هذا اليوم يوم تاريخي عظيم. كم أتألم والله يا إخواني، راني نتوجع عندما تم اختيار اليوم الدستور. هذا اليوم لا يمكن أن يكون له أي نظير، من المفروض يبقى يوم مقدس لتاريخ الثورة فقط. لا نقبل فيه انتخابات، ولا نقبل فيه استفتاء، ولا نقبل فيه أي شيء آخر. هذا اليوم هو يوم اندلاع ثورة التحرير، يبقى لنا اليوم اندلاع ثورة التحرير، وهذا هو الخطأ الذي ارتكبته السلطة، وراح نجيكم علاش داروا هذه العفسة، علاش داروا هذه العفسة، باش يستغلوا مشاعر الناس، باش يستغلوا مشاعر الناس لتمرير هذا الدستور. اليوم إذن ما راح نخوض في التاريخ، وراح ما نخوض في قدسية هذا اليوم. اليوم حبيت نحدث عن هذا الاستفتاء الذي حدث، تابعتم في وسائل الإعلام. الشيء الذي الملاحظ الأول اللي لاحظتها أن النظام أسلوبه لم يتغير. ارجعوا فقط لبعض الفيديوهات في فترة، في عهد بوتفليقة، راح تلقاهم نفس الخطاب، التلفزيون الرسمي بنفس الخطاب. صور لك هذا الاستفتاء أنه مصيري، صوره لك أن الجزائر مباشرة بعد ما تقول نعم في الدولة هناك، ترجع لدارك، تنتقل الجزائر من واقع إلى واقع آخر. وهذا مؤسف، هذا مؤسف، هذه المبالغة في هذه الأمور وفي هذه الوعود راهي تخلي السلطة تفقد. وأنا نقول لكم اليوم علاش، راني شفتوا يوم القضية البوتفليقية ظهرت بامتياز، ظهرت البوتفليقية بامتياز. راح نتكلم لكم أولا، شوفوا يوم أول نوفمبر أكبر إهانة وجهت إلى يوم أول نوفمبر هو الاستفتاء على دستور أحمد العرابي، هذه إهانة. شوفوا حتى للساعة الخامسة نسبة المشاركة 18%. هل يعقل أن الشعب الجزائري في يوم أول نوفمبر التاريخي الذي أجداده أطلقوا أول رصاصة ضد المحتل، ضد الحلف الأطلسي، ضد أقوى دولة في ذلك الوقت، ما يخرجوش إلى صناديق الاقتراع، تخرج حتى الساعة الخامسة نسبة المشاركة 18%؟ إذا كانت السلطة كانت تعلم بأن الأمور تمشي بهذه الطريقة فتلك كارثة، وإن كانت لا تعلم راهي الكارثة أكبر. وأنا قلت من قبل أنه اختيار اللي مشى فيه الدستور غلط، طريقة اللي قدم بها الدستور الرئيس تبون غالطة، والأسلوب اللي جاب به غلط. أنت جايب لي دستور كان متاع بوتفليقة، دخلوا عليه شوية رتوشات وقدمته للبرلمان بوتفليقة وعلى طريقة بوتفليقة وفي ظل الجائحة العالمية. هاو قلنا لهم من المفروض في ظل الجائحة العالمية هذه، من المفروض ما كانش الدستور، ما تقدم ليش الدستور. الجزائر في ظل السلطات الجزائرية كانت تهتم فقط أولا مساعدة الجزائريين على أنهم يتجاوزوا هذه المحنة، الوقوف مع الفقراء والمساكين، اللي العامل اليومي اللي يلقى نفسه محاصر في بيته ما يستطيعش يخرج، تعاونوا. إذن كانت السلطات الجزائرية تتفرغ لمواجهة الجائحة. لو أنها فعلت ما يجب وساعدت الجزائريين ستكسب ثقة الجزائريين، ستستعيد الكثير من الثقة. قالوا لا، استمروا، أصروا على الدستور، وبعد ذلك جي تعمل نفس الأساليب، نفس الأساليب. الرئيس راهو موجود في مشفى في ألمانيا، مشفى أمراض معدية. الرئيس أخذوه من الجزائر في غيبوبة
وكذبت رئاسة الجمهورية على الجزائريين، وما زال في ظروف صحية سيئة. وبعد ذلك وما لقوا ما يديروا، استنجدوا في آخر دقيقة، استنجدوا بزوجته السيدة الكريمة المحترمة التي والله ظهرت بوجه وشكل محترم، والله تستحق كل التقدير على صورتها كامرأة جزائرية أصيلة. والله أعجبوني، يعجبوني الناس أخرين كي كانوا يعلقوا عليها يقولوا هذيك اللي قالت الحجاب تاع الفقيرات هاي مرت الرئيس محجب. لن أدخل يعني في هذا الموضوع، لكن استنجدوا بهذه من أجل محاولة استعطاف الجزائريين. الآن الإشكالية اللي وقع فيها هذا المسار، وقع فيها أولا نسبة المقاطعة، نسبة المقاطعة استجابة للمطالب التيار هذا الذي ما زال يصر على ما يسميه الحراك الشعبي. هذا تيار موجود ولا يمكن أن تنكر أنه فيه نسبة استجاب. هناك نسبة أخرى تتمثل في الجزائريين الذين لا يثقون في السلطة أصلا. نعم، لا يثقون في السلطة، هؤلاء لا يثقون في السلطة وما يروحوش حتى الآن، لأنه لم تظهر بوادر تعيد الثقة ما راحوش. وهناك نسبة أخرى خافت من جائحة الكورونا ما راحتش. هذه ثلاث طبقات. جات الطبقة اللي مشت، جزء راح قال لا وجزء قال نعم. ننتظر النتائج، لا توجد معلومات، هناك صور يدولوها أوراق فيها زرقاء في البوبالة، وهناك الأوراق البيضاء في البوبالة، وهناك كثير من الأمور. نكونوا شوية واقعيين، ننتظر النتائج ما زلت تفسر. ولكن إذا كان هاي 18% قد يقولوا لنا غدوة راهي ما انهارها على الخمسة، قد يقولوا لنا راهي وصلت 26 ولا 30% ولا 32%، ولا قد يقولوا لنا حتى 46، قد يقول. المهم لا ندري وش راح يقولوا النتيجة. ولكن هل يعقل أن دستور الجمهورية الجديدة التي جاءت بعد حراك شعبي تقابل جهة نسبة الاستفتاء حتى وكان يكونوا 52%؟ هذه ليست نسبة مقبولة في هذا الأمر. نرجع إلى نقطة الاستنجاد بحرم السيد الرئيس عبد المجيد تبون، استنجدوا بها في آخر دقيقة. أنا أقول لكم أولا من ناحية القانونية، واختها عملها وكالة الدستور، القانون ماذا يقول؟ يقول بأن الوكالة تنجز 15 قبل الاستفتاء إلى 3 أيام قبل الاستفتاء. الرئيس دخل في حجر صحي 24 يوم 24، هذا كان قاله، والمعلومات اللي عندنا تقول غير ذلك. الرئيس أصيب من هنا، ظهرت عليه الأعراض، سقطته، يعني ما كانش عارف على حسابه، ما كان وما تعملها وكالة. القانون يقول بأنه لما يكون شخص في المستشفى أنه تتم الوكالة بحضور مدير المستشفى، وإذا كان في الخارج عن طريق المصالح القنصلية. ولكن القانون لم يتحدث لو كان شخص في المستشفى في الخارج هل تتنقله القنصلية أم لا. إذن ليست، لا توجد معلومات. إذا تنقلت القنصلية، المصالح القنصلية في ألمانيا إلى الرئيس دار لهم وكالة، معناها شافوه، من المفروض يديروا بيان يتحدثوا أنه المصالح القنصلية انتقلت إلى رئيس الجمهورية، وأنه دار لهم وكالة. أو دار لهم وكالة، هذه لم يتحدثوا عليها قط ولا سبقت. معناها 3 أيام قبل، لا 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 توجد، لا غير وارد إطلاقا أن السيدة زوجة الرئيس عبد المجيد تبون ستكون في مكانه بهذه الصورة. أمر ثاني، المرأة ظهرت مرتبكة، واضح أنها ست بيت جزائرية أصيلة، مربية أولاد، مربية أبنائها، ماكثة ببيتها، محترمة جدا، لم تتعود على هذه الأضواء. حتى حدث هناك نوع، أو ثالث حاجة، لم تظهر هذه السيدة الفاضلة، لم تظهر الوكالة نتاعها، ما أظهرتش الوكالة نتاعها. من المفروض لما تكون حسب القانون أنك تقدم شهادة وثيقة شخصية ومعها الوكالة، قدمها إليه، ما كانش. فوتات مرة واحدة، معناها إما فوتات للرئيس ولا فوتات لنفسها، لم يتضح هذا إلا إذا كان عودت زاد دورة ثانية دورة ثانية وزدت فوتات مرة ثانية، الله أعلم، وقالوا للصحف ما تتصوروهاش هذه، وهذه غير ممكن. إذن هناك خلل، إذن هناك محاولة، هناك أن السلطة، المعلومات التي لدي تقول أن السلطة لما وصلت، لما شافت نسبة المقاطعة ونسبة عدم الاهتمام بالموضوع كبيرة،
نسبة الرافضين ستكون كبيرة، إذا حاولوا استعطاف الجزائريين بهذه الصورة أن يأتوا بالسيدة الكريمة حرم الرئيس عبد المجيد تبون ويجيبوها تفوتي من أجل استعطاف الجزائريين. هذه القراءة الموجودة، هذه القراءة الموجودة. لأنه يا إخواني الكرام، أنا لا أريد أن أطعن في نتائجها، لا توجد معطيات، ولكن أنه الخامسة مساء نسبة المشاركة 18% في دستور راح يسير الدولة الجزائرية، أعتقد بأنه عبث حقيقي بمعنى الكلمة. الدستور يجب على الأقل تكون نسبة المشاركة في الاستفتاء عليه 90%. هذه أنا أقولها لكم يعني بكل وضوح، بكل وضوح، هذه إساءة لأول نوفمبر، إساءة للدستور، إساءة للرئيس. أصلا الرئيس يقبع في مستشفى في وضع صحي سيء يا جماعة، لا يكذبون عليكم. يطلع واحد مستشار يقول الرئيس بخير، رجعوا لنا إلى الحكاية البوتفليقية، الرئيس راهو لاباس عليه يا أخويا، دير لنا فيديو قصير فيه 30 سكوند ظهر الرئيس يقول أيها الجزائريون. ماذا لو كان بخير؟ علاه ما ظهرتوش في فيديو قصير يطلب الجزائريين الذهاب إلى صناديق الاقتراع؟ راح تكون ضربة قوية وقوية، لأنه لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يقف، هو بالأجهزة وضع التنفس تبعه يتنفس بصعوبة كبيرة، لذلك لا يستطيعون أن يعملوا شيء. لم يجدوا إلا هذا السيناريو نتاع يجيبوا زوجته ويصوروها. علاش جبت زوجته وصورتها؟ اولا هي سيده لم تظهر من قبل اعلاميا، وواضح ان الرئيس عبد المجيد تبون ليس من عادته ان يظهر عائلته ولا يظهر زوجته. معناها انتم الذين اظهرتوها، هل وافق اتخذتم، هل وافق على الامر؟ مثلا انا اعتقد بان هذا استنجاد فقط من اجل استعطاف الناس. وبعد ذلك امر اخر، انه الفريق سعيد شنقريحه يصوروه بالزي المدني وهو يؤدي حقه، هو حق للاستفتاء وليس واجب الانتخاب، حولوه فقط إلى واجب، يقوم بالاستفتاء. متى في تاريخ الجيش الوطني الشعبي أنه رئيس أو رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والذي هو منصب عملياتي وليس منصب سياسي يأتي بالزي المدني بكوستيم ومعهم الجارد كور ويروح يدير الانتخاب؟ وين صرات هذه؟ وين صارت هذه في تاريخ انا شفنا في الرئاسيه؟ شفتوا القايد صالح جاي رغم انه القايد صالح الله يرحمه كان عنده منصب سياسي، كان هو رئيس الاركان وفي نفس الوقت نائب وزير الدفاع. امر اخر، الاحتفال باليوم باول نوفمبر، تم الاحتفال في نادي الجيش وشنقريحه لابس الزي المدني. من المفروض في هذه المناسبات الفريق سعيد شنقريحه يكون بالزي العسكري، لا تريد صورتي نتاعو. هذا هو الصواب. وبعد ذلك يقف وبجنبه رئيس المجلس الأمة، وبجنب رئيس مجلس الأمة رئيس البرلمان، يعني أنه رئيس مجلس الأمة وفي الوسط. بعد ذلك أنت تفتح بهذه الطريقة، من المفروض أنه هذا الحفل، أنت الجيش الوطني الشعبي أردت أن تعمل حفل، وأنا كنت في الجيش وكان الجيش الوطني الشعبي يعمل حفلات بمناسبة أول نوفمبر وسهرة جميلة وفيها حلويات والناس كل بالزي العسكري، أردت أنت كقيادة عسكرية تعملها، تعرض العسكريين وتكون بالزي العسكري وحتى تعرض أعضاء الحكومة عادي جدا. ولكن الحفل الرسمي تاع الدولة الرئيس غايب، فيه إطارات، يكون رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الحكومة يقوموا في قصر الشعب بالحفل بهذه المناسبة. أنت بهذا الانطباع راك تعطي في انطباع، حتى لو كان تكون تصرف هذا عفوي، هذا كلامي موجه إلى قيادة الجيش، حتى لو كان هذا تصرف عفوي ما ضربتوش حسابات، راكم تحتفلوا بهذا اليوم، هكذا تظهرون أن المؤسسة العسكرية هي الحاكم الفعلي، وان شنقريحه اللي جايب لي جارد كور نتاعو هو راه سبعه وراح تروح تفوتي، تبرز كانك انت رئيس الجمهوريه. انت يا سعيد شنقريحه، انت راك رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، انت رئيس عملياتي، انت ليس لك الحق في المناسبات الكبرى هذه اللي يحضر فيها رئيس جمهوريه او تحضر فيها القياده العليا تكون بالزي المدني. مهل. هذا كله من أجل محاولة استعطاف الجزائريين. هم عرفوا بأنه
هناك مقاطعة من 3 طبقات اللي ذكرتها في الأول، وهناك جبهة واسعة رافضة لهذا الدستور. وأنتم تعرفوا علاش رافضين هذا الدستور، أن هذا الدستور دستور مسخرة حقيقية. والله العظيم الجزائر أكبر من أن يحكمها هذا الدستور، هذا الدستور اللي يستهدف هوية الدولة، حتى في أخطاء في الشكل وأخطاء كثيرة. أنت في يوم أول نوفمبر الذي حرر فيه وانطلقت فيه الثورة، جايب لي تستفيلي على دستور هو عبارة عن مواد تسير السلطات. ما هو مصيري للدولة الجزائرية؟ رأيه فيه مواد دستورية من أجل تسيير الدولة فقط وإعطاء الإطار العام لقوانين الدولة. إذن يجي بهذا الأمر سلوكيات. أيضا وزيرة التضامن، هذه وزيرة التضامن من المفروض على رئيس الحكومة وما أن يتخذ ضدها إجراء. تجي هذه الوزيرة تتقدم، القانون يفرض عليها أن تأخذ ورقة لا وأن تأخذ ورقة نعم. وبعد ذلك عندما تدخل هناك، وعلاش داروا لها البلاصة السرية هذه باش ما تظهرش؟ واش درت هي؟ جات ومدتش ورقة لا قدام الجمهور، نوع من هكذا التكبر. من أنت حتى تتعاملي؟ هذه ورقة لا طرحت على الجزائريين، وملايين الجزائريين رافضين هذا الشيء، ويجب أن تحترميهم. هذه قلة احترام أول حاجة للدولة، ثاني حاجة قلة احترام إلى هذا الدستور الذي أنزله الرئيس، للرئيس شخصيا عاد قلة احترام أنه هو نزل لك دستور فيه ورقة نعم وفيه ورقة لا، أنت تحتقري ورقة نعم. وهذه مبالغة أيضا في الشتاء، نعم أقولها بكل وضوح، هذه مبالغة في الشتاء، تبالغون في الشتاء مع بهذه السلوكيات. كفانا مثل هذه السلوكيات البوتفليقية اللي ثار ضدها الشعب تعودوا فيها. أمر آخر وهو كارثي، الجزائريون ملوا من حكاية الرسائل، ملوا من حكاية الرسائل. بوتفليقة يجي تصريحات الرئيس بخير وفي صحة جيدة كذا كذا وهو لم يظهر، وبعد ذلك تجي رسالة يقراها مستشار حول أول نوفمبر. متى كتب الرئيس هذه الرسالة؟ الرئيس إذا كان كان لبس عليه، معناها كان حاط نفسه هو اللي رح يوجه هذه الرسالة. قال علاش نجئين الرئيس مريض؟ لستم في حاجة أن تجيبوا رسالة إما كتبتوها باسم الرئيس أو شيء من هذا القبيل وتقروها للجزائريين اللي مازال الجرح نتاعهم عميق بسبب سياسة بوتفليقة. إذن أنتم بهذه السياسات يا جماعة الخير، أن بهذه السياسات، والله أنا لا أتحدث كمعارض ولا نعارض ولا، أنا أتحدث وقلبي على الجزائر وحبيت الجزائر تمشي في المسار اللي تم رسمه العام الماضي في حياة القيد صالح، يستمر في الطريق حتى تنجو الجزائر. أنتم بهذه الطريقة تعطون لخصومكم وخصوم الجزائر الورقة البيضاء باش يواصلوا محاولاتهم لزرع الفتنة في الجزائر. أنت جاء الرئيس مريض، نهار الأول قلت الرئيس دخل في طوعي، وبعد غردت على تويتر باسمه، كتبتم تغريدة باسمه، والرئيس في وضع صحي سيء، وبعد ذلك نقلته ليلا إلى عين النعجة، وجدوه في وضع خطير، أطباء خافوا يتحملوا مسؤوليته، عجلتم به إلى ألمانيا، والآن هو في غيبوبة، سواء كانت اصطناعية أو غيبوبة حقيقية. هو لما راح في غيبوبة، ويغبي خلاص حبس له الأكسجين في صدره مكان. الراجل عنده مرض، عنده أمراض، رجل كبير في السن 75 سنة، الرجل مدخن بشراهة، الرجل عنده سكري، يشرب في الكومبريمي، وبعد ذلك تديروا هالسيناريو هذا كل، وفي الوقت نفسه تصرون على تمرير الانتخابات الاستفتاء. وش حابين الآن؟ جيبوا دستور هيا تقولوا نسبة المشاركة فيه كذا، هي واضحة نسبة المشاركة، وتقولوا براهم قالوا الجزائريين، يا سيدي حتى وكان يكونوا 50% نسبة المشاركة، هل ممكن أن دولة يحكمها دستور أعوج وأعرج ومخلط بهذه الطريقة؟ نحن من المفروض أن نبدينا في مسار، من المفروض أهم حاجة أنك تخلق الجو. لا أدري كيف يفكرون، قبل ما تجي تعمل دستور أخلق له الجو اللي راح يكون مناسب
اكسب ثقة الجزائريين. الجزائريين خايفين من كورونا وخايفين من البلاوي، وكل واحد يفكر، صار حتى يفكر يجيب شهريته من البوسطة وانت نازل له بدستور. معناها انك تريد اما الاحتيال على الجزائريين، تحب تروح اقليه فقط باش تفوت الدستور اللي تريده، او انك تخبط ما يهمكش، مع لا قيمه لصوت الجزائر. اخواني الكرام، احنا رانا نتكلم كمحللين، بعض الناس تعلق كانني اعارض. يا اخي انا لست معارض سياسي، انا محلل سياسي، انا كاتب، انا كاتب، انا خبير بهذا الشان، واعرف الوضع في الجزائر من داخل. في الوقت نتاع رئيس الجمهوريه لم يدشن المسجد، ورئيس الجمهوريه راهو فيه وضع صحي، الله يشفيه. وعندما نقول هذا الكلام يا جماعه الخير، والله يشهد ربي اني اتمنى له الشفاء العاجل، واتمنى ان يعود في صحه جيده. وان كان الخبراء الطبيين الذين تحدثنا كل قالوا من المستحيل ان واحد يضربه فيروس كورونا ويرقدوا للدرجة هذه، ويدخلوا في غيبوبة، ويصير بأجهزة تنفس صناعية، يعود إلى وضعه الطبيعي. قال لك من المستحيل، راح يبقى يعاني، خاصة إذا كان كبير السن. الرئيس 75 سنة. إذا وعلاش مستعجلين الآن؟ هناك أولويات أخرى. كانت هناك فرصة تاريخية، فرصة تاريخية بمعنى الكلمة أمام السلطات، لو قامت بتأجيل هذا الاستفتاء. كما درت وكالة لزوجته، كما درت لك وكالة لزوجته، كنت تجيب مرسوم أي تأجيل الانتخابات الاستفتاء بسبب وضع صحي للرئيس. يا جماعة والله لا أدري كيف يفكر هذا النظام، كأنهم الرئيس لا يمرض. يا القايد صالح كان أقوى رجل في السلطة ومرض ومات وديته دفنته، والمعلومات اللي عندي تقول باللي راهو رفض يعالج في الخارج، ما حبش، قالوا له نديك سقلهم الروح حتى توفى الله يرحمه. اين المشكله؟ نحن بشر، الرئيس يمرض والوزير يمرض والغفير يمرض والناس كلها تمرض، وهناك من يشفى وهناك من يموت، وهناك اللي ما يمرضش اصلا، وهناك اللي ما يمرضش اصلا، ان فجاه يموت بسكته قلبيه، ازمه كذا، جلطه دماغيه. خليت الجزائر عرضه لعشيه الاستفتاء، خليت الجزائر عرضة لمختلف الإشاعات المغرضة، حولتوها كل من هب ودب اللي يجي يكتب عندي خبر على الرئيس، كي تقول له ها هو بيان رئاسة الجمهورية، يقول لك لا رئاسة الجمهورية ما نصدقهاش. البارح قالوا الرئيس 5 أيام فقط وراهو في وضع وراهو يتابع، بعد راهو في النعش، بعدها في ألمانيا. هل يعقل أنه شخص تنقله إلى الخارج وتزيد يقول من أجل إجراء كشوفات ومعمقة أو فحوصات معمقة؟ وش الفحوصات المعمقة هذه؟ شوف المصطلحات اللي جاوا بها، كشف حظر صحي طوعي، يعني هو وحده قال لهم يا جماعة أنا حبيت ندخل لأنه اكتشاف في مرضى، واللحظة هذه لم يكشفوا من هم هؤلاء المرضى في رئاسة الجمهورية. وأنا أقولها لكم، أكثر من 10 مسؤولين في رئاسة الجمهورية مصابين بكورونا، وهناك قيادات عسكرية مصابة بكورونا، وهناك مسؤولين في الحكومة مصابين بكورونا، وهناك اللي موجود في عين النعجة بأجهزة التنفس. هذا كل خفاوة يخفيه. وين هي الشفافية؟ وين هي الشفافية مع الجزائريين؟ من هي الشفافية مع مرحلة جديدة؟ أين المشكلة؟ مرض الرئيس راه مرض، الرئيس دخل في غيبوبة راه دخل، الرئيس انقلناه من أجل العلاج ما فطنج، لأنهم كانوا يخططون فقط من أجل تمرير هذا الاستفتاء. وأنا حكيت لكم بأنهم عقدوا اجتماع في رئاسة الجمهورية في وزارة الدفاع وتناولوا هذا الموضوع، وشنقريحة طلب من رئاسة الجمهورية، بل أمر رئاسة الجمهورية أنه ما يعود يخرج أي بيان يتعلق بصحة الرئيس إلا يمر على مصالح وزارة الدفاع، بعد ما صارت مهزلة. أي شنقريحة بصفته واش حتى يطلب الرئاسة الجمهورية أنه ما تنشرش؟ رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ما هو وزير الدفاع مثلا؟ لا والله إخواني الكرام، سواء تتفقون معي أو تختلفون، أنه هناك مهزلة. مثلا هناك نقطة أخرى، أنا قريت اليوم رد وزير الخارجية بوغادوم على فتح الإمارات العربية في يسموها سفارة أو قنصلية لها في العيون، رد سخيف
يقول أن هناك قانون دولي والجمهورية الصحراوية العربية الصحراوية عندها سيادتها على أراضيها، وهنا وهو عضو في الاتحاد الإفريقي. اللي نعرفه بأن الخطاب الرسمي الجزائري دائما يقول أن الصحراء الغربية محتلة، وأن العيون مدينة محتلة، والداخل مدينة محتلة. هذا هو الخطاب الرسمي، هذا هو الخطاب الرسمي. لماذا ما جاش موقف صارم رئيس الجمهورية لما الإمارات طبعت مع إسرائيل وصفها بالهرولة، وكانت خطاب صارم ضد موجه للإمارات. الإمارات راح تحل قنصلية رغم أنه لا يوجد مواطن إماراتي أصلا في العيون، رغم ذلك وهو ضربة دبلوماسية للجزائر فيما يخص الملف الصحراوي. ورغم ذلك كان خطاب هذا، كان من المفروض الجزائر تعبر عن موقفها. لماذا الجزائر صارت جبانة لهذا الحد؟ الجزائر لم تكن جبانة من قبل. حتى علقوا على الموقف الفرنسي، وزارة الداخلية علقت على العملية اللي صارت في نيس، وهي عملية مرفوضة وهي عملية إجرامية، ولكنه كل الدول التي علقت تقول أيضا نحن نرفض هذه الرسوم المسيئة ونرفض الإساءة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه لم تعلق عليها، فقط علقت على العملية. ونحن لسنا ضد إدانة العملية، طبعا عملية مدانة وعملية إرهابية تروح تقتل الناس، ولكن أيضا من المفروض أن يكون موقف آخر. أين كي شوف كيفاش التحول؟ عشية انتخابه عقد الرئيس تبون ندوة صحفية، قال ماكرون ما نجاوبوش، وبعد جاوبه قال هو يعبر على كما يقولوا سوق لبضاعة، وكان ذلك الوقت كان قيصر حي. وبعد ذلك شوفوا وين وصلنا ونحضر يا جماعة الخير. شوف أنا كل المعطيات المتوفرة تقول أن السلطة مصرة على تمرير الدستور، الذي أخشاه إن لجأت السلطة إلى التزوير فتلك الكارثة. يجي يقول لك أول نوفمبر يوم التحرير ويوم إن شاء الله ما يكونش يوم التزوير فقط. إذا لجأت السلطة وأعطت فرصة للتزوير فهي كارثة. ولنفرض حتى لو تعلن النتائج بأن المشاركة وتكون قليلة ونسبة نعم لصالح هذا الدستور، فأعتقد بأن هذا الدستور رايح يكون دستور بلا قيمة، لأن أكثرية الشعب قاطع الاستفتاء واللي شاركوا فيه نسبة كبيرة قالت لا. من المفروض الدستور تحفز عليه الجزائريين حتى يكون هناك أغلى أكثرية. هذا هو أعلى قانون في الدولة بغض النظر عن محتواه، هذا أعلى قانون في الدولة عندما تنجز. لأنه كيف علاش الجزائريين ما تحفزوش؟ جيب لجنة فيها تجيب العرابة قبل جابوا صوروا مع أويحيا، وقبل قدم دستور أويحيا يعني تجيب نفس الشخص اللي ألف الدستور تاع قبل تجيبه هو. أيضا تفوتوا على برلمان تاع رشوة وتاع بوتفليقة، وكون هذه الأشياء تعرف وصلنا الأمر هذا بينسير الجزائريين مجروحين من العصابة، مجروحين من عصابة بوتفليقة، مجروحين من ممارسة نظام بوتفليقة. أنت الآن تجي بدل أن تضمد هذه الجراح باش بممارسات وأفعال وليس بشعارات وأقوال. هكذا لازم تديرها، لازم تدير أشياء تثبت بأن عهد بوتفليقة انتهى، أن عهد بوتفليقة تولى. هكذا كيفاش تكون الأمور. أما أنك تجيب مسؤولين كانوا يسبوا أخرين تاع بوتفليقة، كانوا يسبوا في الجزائريين، جيب واحد أخرين يقولوا لهم نفس الكلام، تجيب مسؤولين كلهم كانوا مقربين من أويحيا ومقربين من الدوائر الكل، لم يتغير. تزيد تفكر بنفس طريقة المنظومة. أنا لو كنت أحد المستشارين للرئيس، ولا كان عندي مثلا ممكن أن يسمع رأيي، أو لما أفكر في الدستور أقول له السيد الرئيس الدستور إلغيه الآن. الأولوية ليك وللدولة الجزائرية مواجهة وباء كورونا. وباء كورونا راح يدمر اقتصاد دول عظمى يا جماعة. أنت تروح تجيب لي دستور، لو كان حتى لو أعمل استفتاء ولا انتخابات متاع البرلمان يكون أهون. كان هذا الدستور يخليه الآن راح تدير دستور تبدأ عهد جديد. إذا كان رجع الرئيس بخير ونتمنى له الشفاء والرجوع بخير، وإذا كان الرئيس وقع في عجز عن ممارسة مهامه راح يطبقوا عليه المادة الخاصة أعتقد 94
مقطعين في الدستور الجديد، يطبقوا 102 في الدستور السابق، ويجيدوا يعاودوا يبدوا لنا عهد جديد يديروا رئيس. وانا اجزم لكم لو يمر هذا الامر هكذا ويجي رئيس اخر خليفه للتبون راح يغير الدستور، راح يغير الدستور. وكانك يا ابو زيد ما غازي، ما الذي استفاده الجزائر؟ الجزائريون الان محتاجين اولا لاستعاده ثقتهم في الدوله ومؤسساتها، الامر الثاني محتاجين الى صرامه في مكافحه الفساد، محتاجين الامر الثالث في إعادة هيكلة المنظومة التربوية وإعادة هيكلة المؤسسات التي تلعب دور في توعية الجزائريين والرفع من شأنهم. أمر آخر يحتاج إلى مسؤولين يكونوا يقنعوا بسلوكهم بكلامهم بمواقفهم، مش مهرجين يجوا يهرجوا على الجزائريين. وهذا كل سلوك مسؤول عندما لا يكون في المستوى فهو يساعد في ضرب مصداقية الدولة. هذه الحقيقة. أنت تقول بأنه في الجزائر هناك مؤامرة على الجزائر، وأنا أجزم لك بأنها كانت هناك مؤامرة وما زالت، نعم وما زالت مستمرة لإدخال الجزائر في فوضى وفتنة. حقيقة هذه موجودة وأجزم لكم بأنها موجودة، ولكن أنت بعد ذلك تعطي كل الممارسات التي تساعد دعاة الفوضى الهلاكة وما يسمونها بالفوضى الخلاقة، تعطي لهم كل الأمور. عندما تجي حتى الناس اللي كانوا دافعوا عليك، وحتى جبهة الرئيس تبون قسمتها بهذا الدستور، الأكثرية من الجزائريين يريدون ماذا؟ يريدون أكثرية من الجزائريين ضد الدستور. أنت جاي الجبهة، خليني من الجبهة الأخرى، أنت جاي عندك 50% ينقسموها كناك 50% راهم ضد الرئيس سواء بمختلف طيارات، نجول 50% هاي 50% نقولوا 25% ضد الدستور و 25% معه. هؤلاء اللي الآن راهي خلقت جبهة أخرى، جبهة سياسية لديها ثقلها مناهضة للدستور، المقاطع والذي شارك بلا راح يكونوا جبهة واحدة مناهضة لدولة جديدة تسير بهذا الدستور. أنت أيها الرئيس الشعبي قاتلك عليها 25%، هذه 25% بينها اللي منتفعة، الذي منتفع ولديها منافع وكذا وكذا منتفع، خلينا منه، هذه ما تبدلش رايها. غدوه اللي يجي يتزوج امه يقول له عم، راح يجي رئيس واحد اخر راح يبدلوا له نفس السيناريو. وجزء كبير امنوا بهذا خوفا على الجزائر ودعم للوعود وثقوا فيه. اذا لم تظهر اي بوادر انك تحقق لهم هذه الوعود سيكونون ضدك. اذا ايها الرئيس إيس وأيها النظام الجزائري، إذا كان أنت الآن إذا بقات لك 12% نسبة معاك راك مليح، يعني من جبهة الجزائر الكل بقات لك 12% معاك يخدموا معاك ويكونوا ضد هيا في رأيك 12% هذه راح يصمدوا 88% غدوة 88% لا تستطيع تسيطر عليهم. الإعلام مفتوح، الفيسبوك موجود، اليوتيوب موجود، وسائل التواصل الاجتماعي موجود، وسائل الإعلام تبعك الرسمية لا يثقون فيها، وسائل الإعلام الأخرى الفضائيات الخاصة التي هي أصلا أغلبيتها فضائيات غير قانونية عبارة عن مكاتب أجنبية يسوقوا لك نفس على نفس الطريقة. إذا كيفاش راح تكسب ثقتهم؟ كيفاش راح تبني مؤسسات جديدة؟ جايتك جائحة كورونا، هذه جائحة كورونا راح تأثر على الاقتصاد، راح تأثر على الوضع الاجتماعي، إذا ستساهم في تحطيم ما لديك من شعبية، 12% هذيك يبقاو لك منها ب 6%، 6% من الأشخاص المنتفعين اللي عندهم مصالح ما يخافوش عليها، عندهم مال، عندهم رزق، إذا لا يهمهم، إذا ماذا بقي للرئيس؟ أنتم أنا قلتها لكم وتذكروا أرجعوا للفيديوهات تبعي. قلتها لكم منذ عدة أشهر أنه هناك في النظام وفي رئاسة الجمهورية ومسؤولين في الحكومة يعملوا ضد الرئيس تبون، وقد ثبت اليوم بأنه هناك حتى في المؤسسة العسكرية اللي يعمل ضد تبون. ها هم وصلوه باستشاراتهم الفاسدة، برؤاهم اللي ليست لها مستوى، يروح الرئيس يعيط المستشارين تاعه، أنا عندي معلومات مع أصدقاء يقولوا كي يعيط لهم رئيس الجمهورية، والله يزوقون وش يقول؟ يقول نعم الرئيس، سيادة الرئيس، سيد الرئيس، صح، أو لا إله إلا الله، الكلام تاعك، ولا يعطوا، لأنه وش يهمه هذا المستشار؟ يهمه يبقى مستشار في رئاسة الجمهورية، عنده باج يدخل الرئاسة، سيارة خاصة،
إقامة في نادي الصنوبر شهرية يضرب 15 مليون ولا 20 مليون في الشهر، أو خلاص الامتيازات كل عنده، إذا ما لازمش يتعب راسه باش حتى يحط نفسه في شبهة قد يغضب عليها الرئيس ويقول له روح تروح لدار. إخواني الكرام، الوضع بائس جدا والوضع سيء جدا، ونحن هنا نشوفه، هنا نشوفه النتائج، نشوفه ترى النتائج ماذا تكون. وأنا لا أستبعد أنهم يقولوا نعم، وأتمنى يعالجوا الأمر بحكمة. إذا كان وجدوا الأكثرية تقول لا، كثير من الجزائريين تواصلوا معايا يقولوا رانا نقول لا، ولكن تعرف عالم شبكة التواصل الاجتماعي لا يمكن أن نبني عليها ولا نعتبرها كدليل قاطع على هذا الأمر، ولكن الوضع راهو بائس. النتيجة نسبة المشاركة سيئة جدا. أنا كنت أتمنى، هذه أمنيتي وأنا سعيت عليها، أنني أدعو الجزائريين أن يشاركوا جميعا. كيف يشاركوا جميعا ويرفضوا هذا الدستور؟ يكون رفض جماعي. وبعض الناس يتساءلوا ماذا بعد رفض الدستور؟ أولا ماذا بعد قبول الدستور؟ إذا تم قبول هذا الدستور، الأمر الآن راه متعلق بوضع الرئيس. لو كان الرئيس في وضع عادي راح يمرر هذا الدستور ويعمل به، وراح يشغلنا بحل البرلمان وحل المؤسسات ويمضي في أشياء أخرى. وطبعا الدستور هذا نحن لا تعرف، الجزائر دائما الدساتير نتاعها تستعملها فقط للاستهلاك الإعلامي وكذا، ولكن كيف راح يديروه، كيف راح يديروا الأمر وكيف راح يتعاملوا معه؟ يبدو أن هناك محاولة اختراق إيميلي، رمز التحقق. شوفوا، هناك من يحاول الدخول إلى بريدي الإلكتروني. ها هو، تم إرسال رمز التحقق هذا إلى بريد للمساعدة في العودة إلى حساب جوجل. هناك من يحاول الدخول إلى حساب يا جماعة لاختراق الحساب. على كل حال، الله المستعان. لا يهم. إذن القضية تتعلق بهذه، هذا هو الموقع. إذن لو كان الوضع الرئيس عادي، إذن راح يكون راح يمر الدستور راح يروح. وضع الرئيس غير عادي، إذن مسار ما بعد الدستور متعلق بوضع الرئيس. الرئيس راه في وضع صحي سيء. هناك معلومات تقول بأنه استفاق من غيبوبة، الغيبوبة اللي جابها من الجزائر، ودخل في غيبوبة اصطناعية باش يمرروا الغاز ويمرروا الأكسجين وكذا وكذا، قلت الغاز الأكسجين وكذا والأجهزة. وهناك من يقول غير ذلك بأنه مازال في غيبوبة. الرئيس مصاب بداء كورونا، هذا هو المؤكد. ما يجي يقول لك حتى واحد راهو تم محاولة اغتياله، من السيناريوهات، من السيناريوهات اللي لا تقبله العقل. وأيضا أنه فيها تطورات جديدة بدأ الحديث عنها، أنه فيروس كورونا قد بجلطة، هذا هو بدأ الحديث عليها، لأنه الموجة الثانية من كورونا أنه يقول هناك تطور رهيب في هذا الفيروس. والرئيس، نعم الرئيس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أصيب في الموجة الثانية من هذا الكورونا. على كل حال، هناك تعتيم كبير، هناك تعتيم كبير على وضعه الصحي. يبدو أن السلطة تتفادى هذا الأمر، هدفها الآن هو الاستفتاء. وبعد ذلك ما أدري ماذا ستقول الجزائريين، هل ستقول أن الرئيس بخير تواصل هذا السيناريو، أن الرئيس بخير وفي خير وما ينقصه أي شيء، وراو يسلم عليكم وراو يبلغكم السلام وأنه يحبكم أيها الجزائريون، أو أنه يقول بأنه وضع الصحي تاعه سيء. يبقوا مدة، إذا كان وضعه الصحي سيء أي وبالفعل ربما يبقوا مدة ويطبقوا المادة أدى ويجوا يدخلوا في مرحلة أخرى، هي مرحلة رئيس جديد، والرئيس الجديد الله أعلم وش راح يدير مع هذا الدستور. أما إذا كان عاد الرئيس وبقى فترة، هو لن يعود بسرعة، إذا حتى بدأ يتعافى لن يعود بسرعة، حتى إذا راح يعود ممارسة مهامه راح يقعد مدة. إذا راح يبقى الوضع ماشي على ما هو عليه، ويبقوا يطمئنوا في الجزائريين بالمراسلات وهكذا 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 إلى إشعار آخر. أما إذا قدر الله تعالى وتوفي الرئيس بسبب هذا 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 الوباء، هذا شأن آخر، رايح يديروا الإجراءات اللي تقول عليها المادة الدستورية، وهو رئيس جديد يمسك رئيس مجلس الأمة إلى رئاسة الدولة، وبعد ذلك يلجأ إلى انتخابات رئاسية جديدة، وتبقى الجزائر تصرف في أموالها على الانتخابات. إذن هذا هو الاحتمالات اللي ممكن. أما إذا رفض الدستور، وهذا صدقوني أفضل شيء للدولة الجزائرية ولهذه السلطات بعد. هل تعلم بأنه إذا السلطات أعلنت أن الدستور مرفوض وبجرأة وبشجاعة ستكسب ثقة الكثير من الجزائريين؟
لأن الجبهة المناهضة للدستور هي جبهة كبيرة، أضف لها المقاطعين وأضف لها الرافدين. أوكي، رايح تكسب ثقة. وأي أمر آخر، أنه لا توجد سلطة في العالم تقدم مشروع، خلينا من الغرب مثلا في العالم العربي، يعني أنه المعتاد عليه أن السلطة إذا قدمت مشروع تفوته. لأول مرة رح يحدث في الجزائر أن السلطة قدمت مشروع رفضه الجزائريين، يعلنوا بكل شفافية أنه الجزائريون رفضوا. والذي أتمناه أن تكون نتيجة رفض، لأنه تمرير دستور بنسبة مشاركة قليلة ستظل دائما الجزائر عرجاء، والجزائر تسير وتتوسع جبهة الرفض وعدم الثقة في الدولة ومؤسسات الدولة. أنا الذي أتمناه أن الشعب الجزائري قال لا لهذا الدستور، ونجح الرافضون ويلغى هذا الدستور، وألغي بطريقة قانونية وما يدخلوا حتى في متاهات. لأنهم، أنا كما قلت لكم، أنهم تم الاجتماع في رئاسة الجمهورية، عفوا في وزارة الدفاع، وحضر شنقريحة وعلي بن علي وكثير من القيادات عسكرية، وكانت من بين الأمور اللي ناقشوها أنه تأجيل الاستفتاء، ولكن اصطدموا بالطريقة التي يؤجلون بها الاستفتاء. وكان المعلومات التي لدي أنه شنقريحة مصر على الذهاب في الاستفتاء، ولكن كان رهانهم أنه الشعب الجزائري ربما يقبل هذا الاستفتاء. أنا أقول السلطة، حذاري أيتها السلطة الجزائرية أن تلجأ إلى التزوير، أو أنه هناك قد لا تكون السلطات العليا تقول لهم ألجأ للتزوير. الجهات اللي مكلفة بهذا الدستور تلجأ إلى التزوير وتعطي صور حق، لأن إذا ظهر مشهد واحد فقط يثبت التزوير سيعصف بهذا الدستور، أصلا هو الذي ولد في ظروف سيئة جدا. إذا هذا محكوم بخيط، محكوم بشعرة، وتزيد عليها أشياء مثل هذه رايح تضره. لذلك أقول هناك مناطق لم تنتخب، نجد منطقة القبائل، هذا الدستور اللي دار لهم مادة التمازيغ باش يرضوهم، ها هم ما راحوش الاستفتاء. إذن زوج ولايات نسبة المشاركة فيها ربما تكون ضئيلة جدا. هذا كله سيكرس ما يدعو إلى تهديد الوحدة الترابية. أنا أقولها لكم بكل وضوح وبكل صراحة، وأتمنى من الله تعالى أن نكون، يعني ما تمنيناه، اسمحوا لي دقيقة، أو فيها جهة أي تصر على دخول إيميلي، لا أدري ليش، يعني الله المستعان. فيه جهة تحاول أنها خلينا ندرك هذا، لا لا لا. حتى تشوفوا جوجل التحقق من وش يسموه، انا غطيت على الكود. يعني فيه جهه حابه تخترق حسابي في هذه اللحظه، يبدو انه فيها جهه لم يعجبها هذا الكلام للاسف الشديد، رغم لا ما ضد الجزائر، ولا نتمنى الفوضى، ولا نتمنى الفتن، ولا نتمنى المحن، نتمنى فقط ان الامور تسير بطريق نظيف، بطريق صحيح، بطريق يخدم الدوله الجزائريه. اذا اخواني الكرام، كما شفتم أنهم أعلنوا في نشرة الثامنة، أعلن رئيس لجنة الاستفتاء الانتخابات، اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، أنه 18.44 نسبة المشاركة في الداخل، ونسبة المشاركة في الخارج 4.3 أو شيء من هذا القبيل. في الخارج 4.0، راهي نتيجة كارثية يا جماعة. يا رب، قولوا يا رب أنه الدستور رفض، لأنه إعلان أن رفض الدستور، أنه شوف نقولها، الناس اللي قالوا لا لهذا الدستور، والله إذا طلعت النتيجة لا، سينقذون سمعة الرئيس، سمعة الدولة الجزائرية، سمعة الحراك الشعبي، سمعة المؤسسات الدولة الجزائرية، صدقوني. وإن شاء الله أتمنى أن المسؤولين في الدولة الجزائرية يسمعوا، سينقذون أنفسهم، أنقذوكم الذين يرفضون هذا الدستور. أما إذا كان أصريتوا على تمريره، أو أنه الناس هاي نكون سلموا بصحة أن الناس اللي راحوا نعم كانوا أكثر، في هذه الحالة راكم زدتم قرقتم المسار، والله راكم مصرين على طريق مسدود، لأنكم راح تمروا بدستور مرفوض، الرئيس راه في حالة لا الله أعلم على المستقبل وش يكون. بهذه الطريقة فأنتم تصرون على وضع بائس بمعنى. لذلك إخواني الكرام، الذي نتمنى أن السلطات تأخذ الأمر كفاك عنادا، أن السلطة التي تستجيب لمطالب شعب قال لا للدستور هي سلطة تستحق الاحترام،
أي لا تعني أنها سلطة فاشلة. الرئيس عمل دستور قدموا للشعب الجزائري، رفضوا الشعب الجزائري، وليس عيبا في الرئيس، ليس عيبا في الرئيس ولا عيبا في مؤسسات الدولة. حتى واش هو يفوت من هنا، انتهى الأمر، يبقى الوضع على ما هو عليه. الجزائر تواصل الحكومة دورها في مواجهة تحديات كورونا، والرئيس ينتظر إلى ما يؤول إليه وضع الرئيس. أما إذا كان مررتوه أو جاءت النتيجة لصالحكم فهي الغلطة نتاعكم، الغلطة على هذا المسار. اليوم والله العظيم من المفروض عادتنا كجزائريين نحتفلوا بأول نوفمبر، نحتفلوا بهذه الراية العظيمة اللي مات عليها مليون ونصف مليون شهيد، نحتفلوا بهذا اليوم. خليتونا نتبعوا في أخبار انتخابات، جزائريين تعرف في الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي يسبوا في بعض بسبب هذا الدستور، جزائريين في بعض المناطق هجموا على صناديق الاقتراع. الناس أهنتم أول نوفمبر، أول نوفمبر في العهد الجديد ما بعد الحراك الشعبي. نعم، ما بعد، مش مع بعد الحراك الشعبي، فيها أول نوفمبر، لا، ما بعد أول نوفمبر في عهد الرئيس تبو يعامل بهذه الطريقة. على كل حال إخواني الكرام، إذن هذه ننتظر الآن، ننتظر النتائج، نتمنى أن النتائج تكون رافضة، لأن قبول هذا الدستور حتى إذا كان ما فيش تزوير، وكانت الناس اللي مشات اللي قالوا نعم أقل من اللي قالوا، أكثر من اللي قالوا لا، وفات هذا الدستور، والله أنه الأمور تغرق فقط والآن، وتكون مرتبطة برب العالمين ومصير الرئيس وشيكو. أنتم تغرقون الأشياء، أنتم ما أنا في حاجة. الدستور ليس ضروري أنك تسارع به بهذه الطريقة. على كل حال عفوا، على كل حال هذا الذي أردت أن أقوله في هذه الليلة. كثير رسلوني على وضع الرئيس. يا جماعة، عندما تكون عندي معلومات راح نوفيكم بها. ننتظروا ماذا ستعلن عنه اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات. الناس راهي ترصر في صور وبث مباشر، وهناك ملاحظة على تعامل الإعلام. لاحظت الإعلام اليوم نشوف في نشرة الثامنة يركزوا على الصور اللي فيها أكثرية. نعم 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 نعم، بعد تظهر لك واحدة تقول لا، وتلقى الوراق الزرق هذوك تلقاهم محطوطين هناك اللي كاينين، وما بداوش المشاهد. يعني هذه راهي طريقة مفضوحة، هذه راهي طريقة فاعلها الزمن. يا جماعة الصور، أنا كنت في الفيسبوك نتابع، كاين ناس بزاف دايرين البث المباشر من مواقع الفرز. لا، هي الطريقة العبثية هذه. رانا في زمن آخر، رانا في زمن كل واحد راهو تحول إلى قناة فضائية، كل واحد راهو تحول إلى قناة عابرة للقارات. الذراري صغار صاروا عندهم فضائيات يبثوا على المباشر. انت جاي الان في تخاطب الجزائريين بطريقه الحزب الواحد. انا شفت اليوم التلفزيون الجزائري يلعب على الشعارات الوطنيه وكذا وكذا باش يدي. يا والله هذه الطريقه راهي تجاوزها الزمن. انت الان مع جيل ينظر الى اول نوفمبر كتاريخ. صناع وبداوا، ناس بداوا يروحوا. الآن أراك في جيل جديد، في الجيل الآن اللي يصنع الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاين اللي مولود في سنة 2000 و2002 ما حضرش حتى لأزمة التسعينات، جيل عنده تفكير آخر، جيل صنع وعي عبر مؤسسات، عبر شبكات التواصل ومواقع الأنترنت، لم يصنع وعيه حتى في المدرسة. المدرسة الجزائرية بائسة وأفسدت ولم تقم بدورها. إذا إخواني الكرام، هذا هو الواقع. إذن على السلطة الجزائرية للمرة الأخيرة أوجه هذا النداء إلى السلطة الجزائرية. أيا حكام الجزائر، احذروا 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 من هذا الأمر، احذروا من هذا الإصرار على الغلط. ليس عيبا أن تعمل مشروع ويرفض الجزائريين، هذه قمة الديمقراطية وقمة الاحتكام إلى الشعب، لكن كل العيب أن تصر بطريقة أكثرها احتيالية، يحتالون على الجزائريين أن هذا الدستور سيؤسس إلى مرحلة سمعت أحد المسؤولين يقول أن هذا الدستور سيكون بداية ضرب يد من حديد على الفساد. يا إله إلا الله، كأنه هذا الدستور هو اللي راح يقول لهم روحوا يحيى جيبوا منه الدراهم. يا جماعة، على الأقل لما تكذبوا على الجزائريين اكذبوا كذبة مقبولة، اكذبوا كذبة مقبولة، اكذبوا أشياء يتقبلها العقل. هل متى كان دستور هو اللي يأسس مرحلة الفساد؟ أنتم أصلاً المرحلة مكافحة الفساد اللي كان علنها القايد صالح
أوقفتوها إلى حد كبير، ما بقيت إلا الأشياء اللي كانت قديمة ولا حوايج جديدة غير خفيفة على الماشي. الفساد الحقيقي لم تكافحوه، لم تفتح ورشات لمكافحة الفساد على مستوى البلديات وعلى مستوى الدوائر. آئر الفساد موجود عم وطم في الجزائر، أين هي مكافحة؟ نستنى فقط موجود للدستور وتقول لي بلا هذا الدستور راح يؤسس إلى مرحلة الفساد، يعني يؤسس بنفس الأشخاص هذا اللي يتولوا المسؤوليات، هذا اللي يقول لهم اللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد، بهذا ما راح تكافح الفساد. باشخاص تربوا في احضان ويحيى وسلال قال وطاطا فلانه وطنطن فلان، رايح تنتظر منهم انهم يكافحوا الفساد؟ ارواحوا شوفوا القنصليات وشوفوا السفارات كيفاش نفس ابناء المسؤولين وابناء المعارف هم اللي ما زالوا في اماكنهم، لم يتغير شيء. وتجي تقول لي بانه كي ندير فوت الدستور هذا راح يحدث هذا التغيير، كفاكم ضحكا على الذقون، كان بامكانكم انكم ها حول مكافحه الفساد اللي دارها القايد صالح، كان دستور بوتفليقه، كان دستور نتاع بوتفليقه، وهز ويحيى للحبس وهز سلال للحبس وهز تعرف زعزعهم وجنرالات وصدر لهم املاكهم. هذاك عنده قضيه مكافحه الفساد ما عندهاش علاقه بالدستور، اي قوانين الجمهوريه وكاين قوانين العقوبات، كاين قوانين العقوبات ما يكافح الفساد، علاش تربط هذه بالدستور؟ يعني كي يديروا الدستور معناها غدوه وشوي. كي اعطيت شوي صلاحيات ما الذي تغير؟ اعطيت شوي صلاحيات، دخلت شوي المجتمع المدني، ما هو الذي تغير في هذا الدستور حتى يكون دستور حقيقي لدوله؟ الذي تغير انكم استهدفتوا هويه الجزائر. ده عملت لنا دستور علمانجي متطرف بمعنى الكلمه، كثير يقول لي كيفاش تقول دستور علماني؟ كلمه الاسلام دين الدوله دليل على العلمانيه. متى تكون غير علمانيه؟ عندما يكون مصدر من مصادر التشريع. ما دام نحالك مصادر التشريع خلاص يدير لك الحق في تحويل تغيير دينه، وهذه الاشياء هذه كلها دليل على انها انه دستور كتب الى جهات ومنظمات حتى ترضى قوى خارجيه على السلطات، وليس الهدف الاساس ان يكون دستور يقبله الجزائريون. اخواني الكرام، في الاخير نقطه ينبهوني فيها الاخوان انه في قضيه انه ما الذي سنفعله وما الذي سنقوم به كرافضين لهذا الدستور. انا اعتقد انه ما نستطيع ان نقول شيء لهذه اللحظه، لم تصل ما يثبت مثلا التزوير، هناك صور يعني يمسكوها هكذا ورقه ما تظهرش، يظهر فيها عدد المشاركين وعدد النتائج، هذه سهله نقدر اي واحد يقدر يعمر ورقه ويصورها ويظهر هذه الاشياء، ما سهله، لم يصلني اي شيء يدل على انه هناك تزوير للامانه لهذه اللحظه، قد يصل وقت لاحق اثناء عمليه الفرز، لانه هنا وين تظهر النتائج ما بين الفرز وبدايه توثيق النتائج، هذه المرحله الخطيره. الخطيرة ننتظر إن شاء الله ما ستفسر عنه النتائج، وين راح نوصلوا للأمر وين يوصل أمر هذا الاستفتاء. نسأل الله تعالى أن ينظر للجزائر بعين الشفقة والرحمة، رحمة لشعبها، شعبها عانى الأرين، تعب، عشنا التسعينات حرب، عرب، عشنا الفقر، عشنا كثير من جات وباء كورونا، والله أنا أقولها لكم، فيهم عائلات جزائرية يتواصلوا معنا لا يملكون قوت يومهم يا جماعة، كاين واحد تلقاه كان يخدم مصر وكان يحفر وكذا وكذا، وضعهم اجتماعي ما عندهمش مداخيل، ما عندهمش هذه الأشياء، هذا من الجزائريين اللي عانوا، اللي نتمنى الله تعالى أن يفرج عليهم. أنا على الآن ننتظر ما ستسفر عنه الأمور، ونسأل الله الخير للجزائر، والله إن الجزائر دولة لديها كل الإمكانيات، إمكانيات بشرية، إمكانيات مادية، عندها تراث عظيم والله تحترم كل شعوب، عندها ثروات تسيل لعاب كل الشعوب والدول والأمم، عندها كل شيء، للأسف ما عندهاش رجال حقيقيين، رجال حقيقيين يحسوا بهذا الشعب، يملكوا رؤية، يملكوا استراتيجية من أجل الرفع من شأن هذه البلاد. بارك الله فيكم إخواني الكرام، جزاكم الله خيرا على المتابعة. قضية متابعة شأن الرئيس، راني نعمل في اتصالات، وإن شاء الله لهذه اللحظة لا يوجد أي شيء جديد أستطيع أن أوافيكم به، كي إذا وصلني أي جديد رايح أخبركم به ولن أبخل عليكم به. ونسأل الله تعالى خيرا لهذه البلاد، انتظروا غدوة وشرح يعلنوا عن النتائج، وبعد ذلك لكل حادث حديث. ربي يحفظكم جميعا، شكرا لكم. اللي ذكرنا بخير بارك الله فيه، واللي ذكرنا بسوء سامحنا، واللي سبنا عفى الله عنك، واللي حاول أن ينتقم منا
والله العظيم ما هو حل، والله ما هو حل. علينا كجزائريين أن نكون على قلب رجل واحد، صدقوني أنه لما نتكلم أنا مواطن عادي لست مسؤول، وانت اللي جاي هنا تتعامل معاي راك مواطن عادي، عند انا ماني اطرح في نفسي كمسؤول، ولا اني اطرح في نفسي في منصب، ولا قد تتخيل، ولا اني ارشح في نفسي، ولا اني اطلب في منصب ولا جاه ولا اي شيء. فقط اريد تبصير الجزائريين، تبصير الجزائريين بحقيقه ما يحاك الى وطنهم. الجزائر محل اطماع كثيره يا جماعه، وهذه الاطماع والله اذا خسرناها لن ينفعنا الندم. اذا خليناها تتقسم، التقسيم الجغرافيا يبدأ بتقسيم الديمغرافيا عن طريق اللسان، عن طريق العرق، عن طريق الطائفة، عن طريق المذهب، عن طريق الدين، من هنا يبدأ، وبعد ذلك يصلون من الديمغرافيا يصلون إلى تقسيم الجغرافيا. والجزائر أمانة في أعناقنا، خلفها أكثر من 1.5 مليون شهيد، خلفها مجاهدون أبطال قاوموا الحلف الأطلسي وحرروا الجزائر، وخلوا الجزائر مفخرة بين كل أمم العالم. ما نخليش نحن الآن يجي واحد يتمسخر بيها ويهينها. حتى ولا وانا اذكر لكم، انا سافرت لدول العالم، والله اكثر من 70 دولة تقريبا اللي سافرت لها. جواز السفر الجزائري والله ليست له قيمه، ومن قال ليكم انه له قيمه والله يكذب عليكم. ولكن في مرحله معينه كانت بطاقه التعريف الوطنيه لديها قيمه اكثر من جوازات بعض الدول، الان راهي تدعي انها تصنع القرار في العالم العربي وفي العالم الاسلامي. شكرا لكم أحبتي الكرام، ألقاكم بخير في أمان الله. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.